للأسف الشديد إنه من هؤلاء البنات، يعني كتير أنا أسلم معي ناس، حتى سبحان الله الجمعة الماضية أو السبت الماضي، أنا على فكرة الآن أعيش في ألاباما، في هانسفيل ألاباما بسبب شغلي، فرجعت إلى دالاس تكساس الويكند الماضي. رحت يوم السبت وقابلت واحدة من المسلمات الجدد، كانت بدها معونة معينة، ورحت عشان أشوفها وأعطيها الأمان اللي معي. فسبحان الله بتقول لي انت ما بتتذكريني، بقول لها لا ما بتذكرك، مين حضرتك؟ بتقول لي انا كنت معاكي قبل 10 سنين وانت حكيتي لي عن الاسلام وانت اعطيتيني الشهادتين. بقول لها جد بتحكي؟ والله ما بتذكرها، سبحان الله. لكن كنت مبسوطة كتير اني اشوفها واحكي معها، يعني بعد كل هاي السنوات اللي مرت. للأسف الشديد في أول 3 إلى 5 سنين كثير ناس أسلموا معي، لكن كثير منهم أيضا من اللي أسلموا معي واللي أسلموا مع ناس ثانيين ما بيضلوا في الإسلام بسبب أسباب راح أذكرها الآن بعد هذه السلايد شو إن شاء الله. 75 إلى 80% من المسلمين الجدد وخاصة من النساء يتركون الإسلام في أول 3 إلى 5 سنوات بعد إسلامهم. ومن الأسباب ترك الإسلام أول إشي عدم تعلم الدين بشكل صحيح. رمضان الماضي أنا تعرفت على بنت عمرها 28 سنة، إلها مسلمة 4 سنين، كانت تصلي معنا التراويح وكانت تصلي معنا وهيك يعني. فمرة دخلت أنا وياها بقولها بدي أتوضى، فأجلكم الله دخلت على الحمام في تبع المسجد، فبتقول لي إيش الوضوء؟ فسبحان الله 4 سنين بتصلي وما بتعرف إنه لازم تتوضأ قبل الصلاة. يعني هذه كانت بالنسبة إلي يعني صدمة، سبحان الله، لأنه ما بيتعلموا الدين بشكل صحيح. ما حدا إجا مسك بإيدهم قالوا لهم تعالوا أنا بدي أعرفكم مثلا كيف تعملوا وضوء، كيف تصلوا، كيف تصوموا، هاي الأشياء. فمعظمهم مثلا بيدخل على الإنترنت بيحاول إنه يعمل ريسيرش، أبحاث شلازة. ومنهم كتير كمان بيكون عندهم نوع من الحياء أو من الخجل إنه يروحوا يسألوا ناس مسلمين عن كيفية مثلا عمل مثلا بعض الأشياء، العبادات الدينية وغيرها. الشيء الثاني عدم المتابعة من الطرفين، قصدي من الطرفين المسلم الجديد وأيضا المجتمع اللي حوله. أول شيء المسلم الجديد عليه واجب إنه هو لازم أو هي لازم تروح تتعلم الدين. فإذا هي ما راحت وما كان عندها الإرادة والعزيمة إنها هي تتعلم، ما راح تتعلم حتى لو إجوا 10 أشخاص يحاولوا إنهم يعلموها الدين. وأنا بقول لكم من خبرة شخصية، أنا بيتي دائما مفتوح للمسلمين الجدد. أنا هون في ألاباما ماليش 6 أشهر وصرت بعرف تقريبا 15 إلى 20 بنت مسلمة جديدة هون في ألاباما. سبحان الله كلهم قلت لهم نفس الشيء، قلت لهم إذا بتحبوا تيجوا عندي تتعلموا الدين، ممكن نتعلم العقيدة، ممكن نتعلم الصلاة، بعلمكم تحفظوا الفاتحة، السور القصيرة إلى آخره. كلهم رحبوا بالفكرة، لكن وحاولت كتير إنه أنا طبعا عم أبعت لهم مسج وهيك، لكن قليلين جدا سبحان الله اللي اتواصلوا معي وهلا عم بيجوا على يعني عندي على البيت عشان يتعلموا، تقريبا 3 بس من 15 واحد. فسبحان الله يعني للأسف الشديد إنه المسلمات الجدد وخاصة البنات يعني بفكروا، أو المسلمين الجدد هلأ إحنا في مرحلة البوست مودرنزم اللي هي ما بعد المعاصرة، بحيث إنه معظم الناس اللي بتسلم أو بتغير دينها اعتمادا على مشاعرها، إيش اللي بالنسبة له بحس إنه it's يعني إنه it's a pleasure or إنه يعني إيش اللي بيسعدهم. وإذا بشوفوا إشي كتير صعب عليهم بتركوه، بقول لك لا إحنا ما بدنا نسوي. سبحان الله، طبعا هذا بيعتمد على الشخص وطريقة تربايته وطريقة طريقة حياته وهيك إلى آخره. فمن المهم جدا إنه إحنا نتابعهم هدول المسلمين الجدد. مثلا لما نكون إحنا نزورهم أو هيك، يعني ما في حرج إنه نسألها مثلا كيف صلاتك اليوم؟ صليتي الفجر؟ صليتي الظهر مثلا؟ توضيتي؟ ايش اكلتي اليوم؟ مش من المحادثات العادية اللي احنا بنسويها لما بنعمل زيارات او هم بيجوا لعنا، او يعني نحكي معهم في عدة مواضيع طبعا عن الحياة، نسمع مشاكلهم الى اخره. لكن ايضا كمان هذا مش معناته انه احنا نتجاهل حياتهم الدينية ونحاول ان احنا نعلمهم الاشياء الدينية بطريقة صح.
ثالثا من الأشياء من أسباب ترك الإسلام هو الضغط الشديد من المجتمع الإسلامي، وخاصة هي ممكن كمان أحكي عن التشدد برضه فيها. هاي الضغط الشديد على المسلمة، إنه مسلمة جديدة بتدخل على المسجد بدها تصلي، مثلا بتكونش لابسة جرابات مثلا، أو بتكونش مثلا لابسة الحجاب صح، عفوا. فممكن الشخص اللي واحدة من الأخوات اللي قاعدة بتطلع عليها بيقولها أوه لازم تلبس جرابات، أو لازم تلبسي، ليش هيك أنتي لابسة الحجاب؟ ما حدا علمك الحجاب أو شيء زي. يعني ممكن أحيانا الكلام الشديد مع المسلمات الجدد أو المسلمين الجدد ينفر المسلمين، يقول لك مثلا الزلمة لازم يربي لحية، أو لازم يلبس توب مثلا، أو يلبس كوفية لما يصلي مثلا، أشياء زي هيك. هاي الأشياء كلياتها أصلا مش من واجبات الإسلام وليست من فروض الإسلام، لكن من الأشياء المهمة إنه إذا إحنا علمناهم إشي عن الإسلام نعلمهم الفرض قبل السنة، قبل الأشياء الأخرى اللي لازم نعلمهم إياها. فلازم يكون هناك الأولى من الأولى فالأولى، يعني أول شيء الواجبات والفروض، وأيضا بعديها بعدين تيجي الأشياء الثانية. إجاني رسالة قبل كم من قبل أسبوعين تقريبا من مسلمة جديدة، إلها هي مش مسلمة جديدة، هي مسلمة قديمة يعني أسلمت، ولكنها من المهتديات ما شاء الله الملتزمات. فبتقولي ليش ما بتبعتي للمسلمات الجدد إنهم يصوموا الستة من شوال؟ فقلت لها فكرة هاي كويسة، بس بصراحة ما بقدر إني أبعت هاي الرسالة لجميع البنات المسلمات الجدد اللي أنا بعرفهم، لأنه في منهم ما صاموا كل رمضان، وفي منهم ما بيصلوا أيضا لأنه ما بيعرفوا الصلاة. فكيف أنا بدي أبعت لهم إنه يصلوا شوال اللي هي طبعا السنة قبل الفرض والواجبات اللي إحنا لازم نعلمهم إياها. رابعا زواج سيء، وهاي طبعا أكتر ممكن سبب من الأسباب اللي بتخلي المسلمة الجديد إنها ترتد عن الإسلام، وهو الإسلام بسبب الزواج السيء. معظم المسلمين اللي بيسلموا عفوا اللي بيتزوجوا مسلمات جدد، إما بيتزوجوهم بسبب أوراق، أو بسبب مثلا بدهم مثلا بسبب العفة، أو بسبب إنه أو مسلمة جديدة أنا رح أعلمها الدين وإلى آخره. لكن للأسف الشديد بسبب اختلاف، حتى لو كان الزلمة كويس، مرات اختلاف الثقافات وتعصب الرجل بينفر المرأة، وبيخلي يعني اختلاف الثقافات وعدم التفاهم بين الزوج والزوجة بسبب الاختلافات اللي بيناتهم، بيخلي المرأة إنها هي تعلق سبب ابتعادها للدين هو زوجها. فأيضا كمان اللي بيصير إنه كثير من المسلمات الجدد وخاصة العاطفيات منهم بيلوموش الزوج على طريقة تعامله مع المرأة، بيلوموا الإسلام. فبقول لك لأنه الإسلام هيك بيخليه إنه يعمل هيك، فهذا هو الإسلام للأسف الشديد طبعا. وهذا أيضا كمان قلة علم من المسلمة الجديدة، وأيضا تأثرها بالإعلام اللي هو الأفكار الإسلاموفوبية، أو اللي ترهب الناس عن الإسلام أو ضد الإسلام، أفكار اللي هي ضد الإسلام، فبيخليها إنها هي تترك الإسلام. سبحان الله. أيضا الوحدة والاكتئاب، وبعض الأسباب منها العزلة عن المسلمين. في كتير من المسلمات الجدد أو المسلمين الجدد اللي عايشين بعيد عن المساجد، وخاصة في الغرب يعني بعيد عن المساجد، بعيد عن المسلمين. وفي منهم كمان عندهم الانطوائية، انه حتى لو اجوا على المسجد وشافوا مسلمين وهيك، لكن ما عندهم الاستعداد انهم هم ينفتحوا شوية ويقدروا يكونوا اجتماعيين مع المسلمين، ويدخلوا في نشاطات مع المسلمين مثلا في المسجد وغيرها. فبالتالي العزلة هاي والوحدة بتخلي يعني مجال كبير للشيطان انه يلعب في أفكارهم، في وساوسهم، يخليهم يبعدوا عن الإسلام. سبحان الله. فممكن أولها تكون متحمسة للإسلام، بدها تتعلم وبدها تصلي وبدها تصوم إلى آخره، لكن طبعا مع العزلة والوحدة والديبريشن الاكتئاب بسبب مثلا مشاكل في الحياة، ممكن في الشغل، في الزواج، مع الأهل إلى آخره، هذا بيخليها أيضا
يضعف إيمانها ويبعدها عن الإسلام. سبحان الله. التشدد زي ما أنا حكيت، التشدد أنا بسميه هو الباب الخلفي لترك الإسلام أو للردة. سبحان الله. حتى مع شبابنا إحنا يعني اللي مولودين مسلمين، للأسف الشديد أحيانا التشدد هو بيكون سبب لترك هؤلاء الناس الإسلام، وخاصة الشباب يعني منهم، لأنه خاصة لما يكون واحد يعني متحمس وبتكون عنده الحماسة هاي، فبيدخل في الإسلام كتير وطبعا بيلتزم، لكن بدل ما يلتزم صح في الإسلام بفكر إنه التشدد هو الطريقة الصحيحة في إنه الالتزام في الإسلام، أو في اللي هو إنه يمارس الإسلام بالطريقة الصحيحة فبيتشدد. لكن سبحان الله كثر التشدد هذا هو اللي بيخليهم يتركوا الإسلام. ورح أذكر بعض الأحاديث إن شاء الله في موضوع في هذا الموضوع. طبعا هناك في أسباب أخرى فردية، ف يعني من الأسباب الفردية ممكن أحكي إنه ممكن بسبب مثلا عمل حصل، يعني شيء صار مع الأخت هاي، مثلا مشكلة معينة خلتها إنها تترك الإسلام أو شيء معين. فمثلا أنا عندي بنت قبل أسبوعين قابلتها، سبحان الله، هي إفريقية سوداء أمريكية، تزوجت لواحد أيضا أسود، لكن سبحان الله من تبعون خريجين السجون تبعون عصابات بسموهم بلاك مافيا، اللي هم المافيا السوداء، وهو طبعا بيحكي عن حاله أسود. بيقول طبعا هم هدول النيشن أوف إسلام، لكن الفرقة الخارجة عن الملة. فالزلمة كان مزواج، كان يتزوج 5 و6 مرة واحدة مثلا، وأحيانا كثير إنه يضغط على مرته هاي إنها تقابل هدول الزوجات، وحتى يكونوا مع سوا في نفس البيت، ويعملوا حتى يعني أشياء مش مظبوطة. فكانت هاي من الأسباب اللي بعثت لي مسج، سبحان الله، بتقول لي أنا هلأ بدي أترك الإسلام بسبب المشاكل اللي أنا عم بواجهها، وإن شاء الله بس تروح المشاكل أنا ممكن أرجع للإسلام. طبعا أنا حاولت إني أحكي معها بطريقة إنه المشاكل ما بتروح بالطريقة هاي، مفروض يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى فروا إلى الله. لما يكون واحد إنه عنده مشكلة بده يهرب، يهرب إلى الله سبحانه وتعالى، مش يبعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن هاي بعض الأسباب الأخرى الفردية اللي ممكن تكون هاي أسباب للشخص إنه يترك الإسلام.